وأقول في عام 69 قام المؤتمر الإسلامي كردة فعل على حرق الأقصى، وردود الفعل هي شأننا. وإن كانت الصحوة العربية الإسلامية بطيئة، أقول إنها آتية لا محالة من خلالكم ومن خلال أبنائكم. الحق يعلو ولا يعلى عليه. أما المؤثرين الجدد في الساحة، وسفير جمهورية الصين أمامي، وحسبي أن السفارة الهندية ممثلة كذلك بين الجمع الكريم، نرى التركيز على مفهوم جديد. قد أشرت إلى الحزام الناقل للنفط والغاز من الشمال إلى الجنوب، ولكن هنالك تركيز جديد على عبارة اسم إيجا يوروب ميديترينيان، النظرة نحو الشرق الآسيوي وحكمة الإشراق لا يساويها حكمة. وأقول أن الإشراق المعرفية بامتدادها البشري هي الإشراق الحقيقية إن أردنا أن نستمر في تفعيل الأسوة الحسنة، حيث أن رسول الهداية صلى الله عليه وسلم خطب بإقرأ، أقول آن الأوان بعد النصائح الثلاثة التي استمعنا إليها من الأستاذ طلال أبو-غزاله، اصحوا قبل بزوغ الشمس. مرت أيام صدقوني من 67 ل72 لا نعرف غروب القمر ولا بزوغ الشمس، لأن كانت الضربات تنهال علينا في النهار، وتعرفنا على استخدام النابالم على المدنيين العزل، وكنا في ساعات الليل نحن معشر المتعلمين قليلا بكل تواضع نعمل من أجل إقامة خطط الإنماء عندما يستتب الاستقرار الذي تحدثتم عنه بوصف الأردن بلد الأمن والأمان. لم تأتي هذه الإنجازات بيسر ولا بوقت قصير. الأردن سيتذكر إن الله أحيانا أو أحيا منكم من ينصف في 2/1 أو 1/2، لا أذكر، ذاكرة بدأت تتأثر بمرور الزمن، عام 2012 بستون عام على صدور الدستور الأردني، 60 عام دولة لها دستور، عقود، ودولة لها مواثيق وطنية ناقشناها واتمعنا في مضامينها. إحدى البحوث في برشلونة التي أذتني من أحد الباحثين، الأردن عام 1970
طبعا المشاركين اكثر من 70 جنسيه ولا اريد ان اذكر اي جنسيه الفدائيين ونهايه صناعه الملوك في الاردن فوقفت وقلت للمتحدث الان استذكرت انه من الملايو اللي بيته من زجاج لا يقذف الناس بحجار أنت من الملايو وفي الملايو 16 سلطان ومعظمهم من أقربائنا لأنهم سادة العيدروس وجمال الليل وما إلى ذلك من السلاطين في الملايو عصيان مسلح في الملايو انفصال لسنغافورة فقلت لماذا تتحدث عن الأردن كحالة دراسية مستندا ببحثك على الوثائق البريطانية فلسطين موجودة ولكنها ليست على أرض الأردن فلسطين موجودة ولكنها ليست على أرض الأردن أتؤمنون بذلك؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أنا والدي للشرف ولد في مكة المشرفة أصولي للشرف حجازية وإذا كانت أصول أي واحد منكم فلسطينيا شاميا حجازيا يمنيا مصريا فليفتخر بأصوله ما يميز بيننا أكبر مسافة وأطول مسافة في الدنيا من العقل إلى الفؤاد فإن أردتم أن تنضموا إلى صفوف المثرثرين فبلاش المناسبة هذه بلاش المعرفة بلاش الألقاب أصلاً اللي يولد بلقب يقضي حياته وهو يحاول يغسل التهمة عنه كنت في إحدى اللقاءات التحليلية بعد التخرج واقفاً أمام جمع من الأساتذة فقال أحدهم بعد التحليل المقيت و I describe myself as a creative pessimist أصف نفسي بالمتشائم البناء لأنني لا أقبل في أن يطغى علي التشاؤم وينال من عزمي وإيماني ولكنني أقول الاعتراف بالتحليل في أننا لسنا في أحسن أوضاعنا ليس شكلا من أشكال النقد أو النقمة على تلك الأوضاع القائمة ولكنه استخدام للعقل ستبقى أوضاعنا ليست مرضية ما دام المعيار الأساسي للتقدم هو من تعرف وليس ماذا تعرف